بسم الله الرحمن الرحيم. من غير المستحب إن أنت تسمع مفصلين مع بعض في نفس اليوم، ومن المكروه إنك تسمع 3 ورا بعض، فده يعني من الحاجات بس ما عندناش غير كده، فأنت بقى مضطر إنك أنت تستحمل معانا شوية، وإحنا برضو إيه نحاول نبسط لك الأمور بقدر الإمكان. الشكوى المستمرة اللي بتجيلي يعني في اللي هو الايفالويشن شيت، ان الكورس مضغوط، الكورس مضغوط، الوقت مش كفاية كده على طول. احنا ما عندناش حل غير كده، الأشعة كبرت قوي 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 قوي، وبقت ملهاش راس من رجلين، مش عارفة تتلم. فاحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نظبط الامور على قد ما نقدر، زائد الحاجات اللي انت يمس في اثناء الكورس. بالنسبة لي أنا بتاخد البتاع وتجيب كوباية شاي وتقعد مع نفسك كده وتسمع مرة واثنين وثلاثة. ناس كتيرة جدا يعني زهقت من صوتي، إن هم قاعدين في البيت بما فيهم أساتذة من الأشعة اللي هم ولادهم ما بيردوش يتعلموا منهم، هم بيتعلموا من السيدات اللي أنا بعملها. فكل شوية يكلموني في التليفون: سامع صوتك، سامع صوتك عندنا. بس لو سمعان قدر حاجه مشهور اه تفتكر حاجه عن كده يعني وخد من على الويب، انا حاجتي انا جاهزه على طول الحمد لله رب العالمين. فالاثنين اللي بتوع امبارح مع مروه دلوقتي ممكن اي حد ياخدهم. نعم، لو سالناها قالت بس عن لسه ايه؟ لحد ما هو قال لك بس هيتنسخوا. اتنسخوا ايه النسخ يعني؟ ده النسخ ده في ثانيه. في النهايه في الاخر فيها كل السيشنز مع بعض. طيب بص، لو انت عاوزين المحاضرات بتاعت امبارح محطوطه على سي دي، واي حد ينزل ياخدها من تحت وتوزعوها على نفسكم. خلاص، سهل قوي ده. انا هخلي السكرتيره تطبع لكم المحاضرتين على سي دي. بكره لما بجيش يوم الثلاث، لاقي الثلاث محاضرات دولت على سي دي تاني، تعيش مع نفسك. اوكي، بعد كده تخش على الويب، نزل اللي يعجبك او اسمع مباشره، مش لازم تعمل داونلود، اسمع على طول. ماشي؟ طيب نيجي بقى للانكل. ما الانكل يا جماعه اسهل جوينت على الاطلاق، يعني بالرغم من كل الاشاعات اللي طالعه عليه، لكن هو اسهل واحد فيهم، يعني ولا زي الركبه ولا زي الشولدر ولا حاجه، هو ابسط واحد فيهم، بس محتاج شويه تركيز بسيط. انت خدت استراحه اهو، وعاوزين بقى ايه نركز. طيب الجهاز ده اللي هو الاكستريمتي بيعمل انكل، صح؟ زي ما انا قلت، تدفس رجلك جوه البتاع وتعمل الانكل يطلع في منتهى الجمال. الجهاز ده هو بقى ان انت شفته، قلت لك ده اساسا مخصوص لايه؟ للسباين. فهو بما ان هو غالي جدا وهيتباع عشان فحص واحد بس، ابتدوا ان هم يبتكروا فيه. قال لك لا، ده مش هو في السباين بس، ده احنا جبنا له سيرفيس كويلز، وهنعمل بقى برين وشيست وركبه وانكل وبتاع، وابتدى يتبحر ويتوسع وكده، بحيث ان يكون ليه استخدامات تانية كتيرة، فيقدر ان هو يمشي في السوق كويس. علشان تعمل الانكل هتستخدم سيرفس كويل، ممكن تستخدم بتاع الركبة، وممكن تستخدم ده علشان تحط المشط بتاع الرجل فيه وتحشي الحتة دي بالاسفنج عشان ما يتحركش. كل ده ملوش قيمة الا الفيلد اوف فيو اللي هو دوت من اختصاصك الاساسي. والفيلد اوف فيو هنا هوت لازم يكون صغير اذا كنت عاوز تشوف الاناتومي. اما لو كنت عاوز تشبه على الانكل كده، يعني تشوفه طشاش، يبقى اعمل اللي يعجبك. الفيلد اوف فيو يا جماعه المفروض في الانكل وفي الريست ما يزيدش عن 14 باي حال من الاحوال، مهما كان العيان قد كده، الانكل والريست ما يزيدش عن 14. والفيلد اوف فيو المثالي جدا جدا هو ال 12، احسن فيلد اوف فيو تشتغل عليه هو ال 12. اما تيجي تعمل نفس الحكايه، لازم تعمل اكزيال وساجيتال وكورونا، ولازم تعمل تي 1 وتي 2 وجريديانت وستير. خلاص، وتعرفهم ازاي؟ بنفس الطريقه اللي احنا عرفنا بيها الحاجات بتاعت الايه، بتاعت الركب. طيب ايه الحاجات اسود في التي 1 واسود في التي 2؟ هم ذا كورتكس اوف ذا بون، ليجامنتس اند تندونز، والكالسيفيكيشن، هم محفوظين في كل مكان. الميه اللي هو اسود في تي 1 ابيض في تي 2، والفات اللي هو عكس الايه؟ عكس الميه. طيب تيجي بقى للخريطه. الخريطه بتاعت الركبه كانت عباره عن ايه؟ ايه اللي موجود في الركبه وانا بشوفه ازاي؟ صح كده؟
الخريطه بتاعت الانكل مختلفه، لان الانكل معقد شويه من ناحيه الشكل بتاعه. فاحنا عملنا خريطه مختلفه، قلنا بقى احنا نعتبر الانكل ده عباره عن دورياي او مربع ليه اربع اتجاهات، ليه اتجاه قدام وواحد ورا وواحد ميديال وواحد لاترال، خلاص. وكل واحد من هذه الاتجاهات بيحتوي على مجموعه من التندونز ومجموعه من الليجمنتس، خلاص. بعد لما نخلص الاتجاهات الاربعه هيتبقى لنا ايه؟ العظم والافيوجن بس كده، صح مش كده ولا ايه؟ هيتبقى لنا العظم والافيوجن. يبقى احنا دلوقتي هنمسك الانكل ده من الاربع اتجاهات، قدام ورا يمين بره جوه، خلاص. طيب ركز تركيز بسيط جدا، البوستيرير كومبارتمنت هنمسك الحته الورانيه، خلاص. الحته الورانيه الحمد لله ما فيهاش ليجمنتس، وكمان التندونز اللي فيها واحد بس، يعني ما فيش اسهل من كده. البوستيرير كومبارتمنت ما فيهوش ليجمنتس خالص وفي تندون وحيد. مين هو تندون وحيد؟ اكيلس تندون. وانت بطبيعه الحال كل لما يجي لك ام ار للانكل بتروح بس تبص على اكيلس تندون تشوفه سليم ولا لا، لان دي اسهل واحده فيهم، صح؟ مظبوط كده؟ لكن لو قال لك شوف لنا الكولاترال ليجمنت تعمل ايه؟ تطب ساكت. لو قال لك شوف لنا التيبيالس بوستيرير مقطوع ولا لا هتعمل ايه؟ تطب ساكت، صح؟ صح؟ طيب يبقى البوستير كومبارتمنت ابتدينا بيه لانه سهل. ادي الاكيلس تندون عباره عن حبل اسود في كل البال سيكونسز ممتد ما بين الجاستروكنيميس ماسل وما بين الكالكينيس انسرشن. ايه اللي هيحصل في هذا الاكيلس تندون؟ هيتقطع. طيب في شويه معلومات بسيطه نعرفها عن الاكيلس تندون. من اشهر المعلومات دي ان هو اقوى تندون على الاطلاق موجود في الجسم، اتخن واحد واجمد واحد، ومع ذلك اكتر واحد بيتقطع لانه تحت الجلد على طول، فاي واحد يتخبط يلاقي التندون في وشه فيتقطع. الحاجه الثانيه اللي انت تعرفها ان التندون دوت ملوش ساينوفيال شيز، يعني مش متغطي بالساينوفيوم، يعني ما بيجيش فيه تينوساينوفايتس. امال لو التهب يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه تندنايتس. يبقى اذا الاكيلس تندون قوي جدا ما بيجيش فيه تينوساينوفايتس لان ملوش ساينوفيال شيز. طيب الحاجه اللي بعد كده ان الاكيلس تندون ده لما تشوفه في الاكزيال الانتيرير سيرفيس بتاعه يا اما يكون مقعر كده يا اما يكون مستوي، لكن لو قبل فوق يبقى خلاص التندون باظ، خلاص. يبقى الاكيلس تندون في الاكزيال اللي انا معلم لك عليه ده السيرفيس الانتيرير بتاعه بيكون فلات، بيكون فلات او زي الطبق، لكن لو بقى زي الكره يبقى تندون بايظ. طيب لو التندون اتقطع ايه اللي هيحصل؟ مطلوب منك حاجتين بس. الاول تقول اتقطع على بعد قد ايه من الانسرشن بتاعه، وبعدين لو كان في جاب ما بين الكات ايدجز تقول الجاب دي قد ايه، يعني المسافة ما بين الايدجز المقطوعة كام سنتي، عشان دي هتأثر على العملية اللي هتتعمل. فمثلا التندون ده مقطوع ولا لا؟ مقطوع. على بعد قد ايه؟ تقيس من اول هنا لحد هنا، صح كده؟ في جاب ولا مفيش؟ مفيش، ما هو الاثنين راكبين على بعض كده، مفيش جاب. هو ده اللي يهم الراجل الجراح، عاوز يعرف في فجوه ما بين الاثنين ولا لا. كان زمان يقول لك وكمان تقول لنا الفجوه دي فيها ايه، ميه ولا دم ولا فات، مش مهم، فيها اللي فيها، بس المهم انك انت تقول الفجوه دي ايه قد ايه. طيب تيجي هنا الاكيلس تندون ده مقطوع ولا لا؟ مقطوع وملوي كده على نفسه، وعلى بعد قد ايه من الانسرشن من اول هنا لحد هنا، صح كده؟ في جاب ولا مفيش؟ في جاب، هي المسافة القطع من اول هنا لحد هنا، لانه دوت اتفصل من الايه؟ من الانسيرشن بتاعه. لا الافالشن ده مش في الاكيلس خالص. افالشن معناه حته من العظم طلعت من الكالكينيوس، وده صعب جدا في الاكيلس، صعب جدا انه يدرس. خلاص؟ طيب لو انت جيت هنا وبعدين بصيت كده على الاكيلس تندون ده اهو، شايف انت ادي الاكيلس تندون اهو، وبعدين لحد هنا وقف، وبعدين لحد هنا في ميه، يبقى مقطوع، صح؟ على بعد قد ايه؟ تقيس من اول هنا لحد هنا، هي ديت المسافه بتاعه الايه؟ بتاعه القطع. طيب الاكيلس تندون ممكن يتقطع جزئي
ولا لا، زيه زي البوستير كروشيه. البوستير كروشيه ده حبل وده حبل، هما الاثنين فممكن يتقطع يبقى بارشال تير. طيب لو انت ادي النورمال اكيليس تندون اهو في الاكزيال، وادي الاكيليس تندون في عيان مقطوع، جوه الاكيليس تندون دوت حاجه بيضه في التي 1 وبيضه في التي 2، يبقى ايه؟ نزيف، جواه نزيف. بس انت خلاص انا قلت لك النقطه دي ما عادتش مهمه، اذا كان جواه نزيف ولا ميه ولا فات ما عادتش مهمه، المهم ان هو يكون مقطوع. طب ده مقطوع كلي ولا جزئي؟ جزئي، لان في فايبرز هنا سليمه صح، في حته لسه سليمه من الايه، من التالي. بارشال تير انت تستعجب بقى، كل الناس عارفين ان الاكيليس تندون ده احلى حاجه ليه هو السجد، لكن العكس بقى، الانكل كله يا جماعه معظم الانكل كله في الاجزي، حتى الاكيليس تندون ما تعرفش اذا كان مقطوع جزئي ولا كلي الا في ايه، الا في الاجزي، الا في الاجزي الانجز. لو لقيت الاكيليس تندون كده تخين قوي وبعدين في حته بيضه لكن لسه في فايبرز سليمه، يبقى دوت اسمه بارشال تير. زي هنا لو انت جيت بصيت بقى على الاكيليس تندون ده شكله عامل ازاي، مزقلط كده تخين، بص في الاكزيال بقى زي الكوره صح كده، وجواه سيجنال، شايفها جواه سيجنال. نيجي بقى نحسب السيجنال اللي جوه الاكيليس تندون، لو كانت زي الميه يعني بيضه قوي قوي يبقى تير، لو كانت رصاصي يبقى ديجنريشن اللي هو اللي احنا سميناه تندنايتس، اللي احنا سميناه ايه تندنايتس. يبقى الاكيليس تندون لو كان جواه سيجنال رصاصي يبقى تندنايتس، لو كان جواه سيجنال بيضه يبقى تير. تيجي هنا السيجنال اللي انت شايفه دوت ايه، رصاصي، يبقى دوت اسمه ايه، اكيليس تندنايتس. كويس قوي. في بعض الاحيان تلاقي الاكيليس تندون زي ما هو كده كويس قوي بس حواليه ميه، حواليه ميه، ميه من غير تروما يعني التهاب، يبقى دوت اسمه بيري تندنايتس. خلاص يبقى الاكيليس تندون يجي فيه تندنايتس ويجي فيه بيري تندنايتس بس ما يجيش فيه تينو ساينوفايتس. يبقى كام ليجن دلوقتي في الاكيليس؟ 3 4، كومبليت تير، بارشال تير، تندنايتس، بيري تندنايتس، بس كده باقي واحد وخلصنا. ايه هو الواحد دوت؟ اللي هي ده لسه الاكيليس تندنايتس، ده نورمال اكيليس تندون، وده اكيليس تندون بقى كوره. هتيجي تقول لي طيب الكوره دهيت مفيش جواها سيجنال، اعتبرها ايه ده؟ تندنايتس ولا مش تندنايتس؟ اعتبرها تندنايتس. يبقى تندنايتس عباره عن تشينج في الكونفيجريشن اوف ذا تندون، ولا سواء كان معاه سيجنال رصاصي او ما معهوش يعتبر ايه؟ تندنايتس. طيب لو انت بصيت هنا ده سيجنال رصاصي ولا بيضه؟ رصاص، يبقى تندنايتس، وده بيض يبقى بارشال تير. اوكي جنب الاكيليس تندون وهو بيلزق في الكالكينيوس في برزه اسمها ريترو كالكينيوم برزه، ريترو كالكينيوم برزه، هذه البرزه فيها نقطتين ميه، نورمالي فيها نقطتين ميه، لو الميه كترت يبقى البرزه التهبت. بص هنا الميه قد ايه؟ كتير قوي كده، ميه سودا في التي 1 بيضه في التي 2، البرزه لما تلتهب اسمها برزايتس، يبقى دوت اسمه ريترو كالكينيان برزايتس. اكثر عيانين بيجي لهم ريترو كالكينيان برزايتس روماتويد، العيانين اللي عندهم روماتويد ارثرايتس فيجي له التهاب في الريترو كالكينيان ايه برزا. خلص الجزء الخلفي، يبقى الجزء الخلفي ما فيهوش ليجمنتس وفي تندون وحيد، وهذا التندون الوحيد يا اما يتقطع كليا او يتقطع جزئيا او يجي فيه تندنايتس او يجي فيه بيري تندنايتس. في اي صعوبه في الموضوع ده؟ سهل جدا صح. طيب خش بقى على الجد، نيجي دلوقتي على اللاترال اسبكت. اللاترال اسبكت، اللاترال والميديال هما الاثنين فيهم تندونز وفيهم ليجمنتس، ده ملوش مفر، اما قدام وورا ما فيهمش الا تندونز بس ومفيش ليجمنتس. خلاص طيب اللاترال اسبكت ايه التندونز اللي موجوده فيه؟ هما ذا برينيال تندونز. البرينيال تندونز كام واحد؟ 2، برينياس لونجس وبرينياس بريفس. طيب انت بتعرف اللاترال اسبكت ازاي؟ من الفيبيلا، ادي الفيبيلا وادي التيبيا، يبقى ده اللاترال اسبكت اللي احنا قاصدين. خلاص كده يا جماعه. طيب ورا الفيبيلا هتلاقي كورتين اللي هما ذا برينياس تندونز، اللونجس والبريفس. لو كان الكورتين ورا بعض يبقى البريفس هي اللي قدام، لو كان الكورتين جنب بعض يبقى البريفس هي اللي جوه.
تاني. انا ليه بقول لك كده؟ لان مهم جدا تعرف البريفس عشان بتتقطع كتير. خلاص الكورتين دولت، الكورتين دول جنب بعض ولا قدام بعض؟ جنب بعض. يبقى اللي جوه هي البريفس. خلاص لو كانوا ورا بعض يبقى اللي قدام هي البريفس. خلاص طيب. يبقى اذا انت مثلا عندك هنا كورتين جنب بعض، يبقى دي مين؟ البريفس، ودي اللونجس. هنا هو كورتين جنب بعض بس واحده قدام شويه، بقى اللي قدام هي البريفس واللي ورا هي الايه؟ هي اللونجس. طيب ادي الاثنين هم، ده في الساجيتال، مالكش دعوه بالساجيتال، خليك في الاكزيال. في الاكزيال هتلاقي كورتين، الكورتين دولت ورا بعض صح كده؟ يبقى دوت مين؟ لونجس، ودوت بريفس. هنا هوت ادي الكورتين اللي هم في الساجيتال، البريفس اهو واللونجس اهو. خلاص يا جماعه؟ طيب ايه اللي هيحصل في الاثنين دولت؟ واحد منهم اتقطع، اكتر واحد بيتقطع على طول هو البريفس. خلاص؟ فانت لما تيجي في الساجيتال وتلاقي ادي الفيبيلا وراها الاثنين البريفس واللونجس صح كده؟ طيب جيت انت هنا لقيت واحد بس وبحيره، بحيره مليانه ميه لونها اسود في التي 1، يبقى واحد اتقطع، مين هو؟ غالبا البريفس، غالبا، لانه هو اكتر واحد هو الايه؟ هو اللي بيتقطع. طيب تيجي بقى للليجمنت، اللاترال اسبكت فيه ده لاترال كولاترال ليجمنت صح كده؟ ده لاترال كولاترال، ده اشهر ليجمنت على الاطلاق في الانكل، واكتر ليجمنت بيتقطع، واكتر ناس بيتقطع فيهم الستات اللي بتلبس كعب عالي وتلوي جنبها، كل الميكانيزم دي فيري فريكوينت، اللي هو حد رجله تتلوي فيروح اللاترال كولاترال ليجمنت مضروب. طيب اللاترال كولاترال ليجمنت يا جماعه عباره عن ثلاث قطع، عباره عن ثلاث قطع، ادي الفيبيولا شايفها؟ وبتطلع كده وكده وكده. خلاص؟ طيب انت دلوقتي ادي الثلاث قطع هم بتوعه، واحد اسمه انتيريور تيلو فيبيولر، يعني الموصل ما بين الفيبيولا والتيلوس، واحد تاني اسمه بوستيريور تيلو فيبيولر، واحد اسمه كالكينيو فيبيولر. خلاص كده؟ الكالكينيو فيبيولر ما بيتشافش، خلص. يبقى خلينا احنا فين؟ في الانتيريور والبوستيريور تيلو فيبيولر. طيب هتشوفهم فين؟ الاول تجيب الفيبيلا صح ولا ايه؟ ادي الفيبيلا ماشي، بس مش اي حته فيها فيبيلا تنفع، لازم الفيبيلا دي تكون مقوره من جوه، يعني يكون فيها فيبيولر جروف. شايف انت الفيبيلا مقوره ازاي من جوه؟ الحته دي شايفها؟ خلاص كده، اول ما تلاقي الفيبيلا مقوره من جوه تعرف ده المكان بتاع اللاترال كولاترال ليجم، اللي هو الانتيرير والبوستيرير، عشان كالكينيو فيبيلا ما بيتشافش. طيب البوستيرير هو اللي طالع من النقره، ده هو ده البوستيرير تيلو فيبيولر، الانتيرير هو اللي طالع لقدام، الفتله دي شايفها؟ ديت هي الانتيرير تيلو فيبيولر. يبقى عندك واحد انتيرير وواحد ايه؟ بوستيرير. بتعرف تجيبهم ازاي؟ اول ما الفيبيولا تكون مقوره من جوه. شايف؟ بص كده على الرسم دي، ادي الفيبيولا مقوره اهي من جوه، شايف؟ شايف الابيض ده؟ ده بوستيريو تيلو فيبيولر، وشايف الابيض الثاني ده الانتيريو تيلو فيبيولر. خلاص كده؟ طيب يبقى لو حد قال لك مين ده؟ تقول انتيريو تيلو فيبيولر، ومين ده؟ هوت بوستيريو تيلو فيبيولر. شاطر قوي. هنا ده هوت مين؟ انتيريو تيلو فيبيولر. جيت انت في الصوره ديت، السهم بيقول لك هنا ما فيش انتيريو تيلو فيبيولر وفي بحيره ميه عنده، يبقى ايه؟ يبقى اتقطع، لكن البوستيريو تيلو فيبيولر لسه سليم زي ما هو. خلاص؟ طيب تعالى للصوره دهيت كده، دوت مين؟ انتيريو تيلو فيبيولر، وده بوستيريو تيلو فيبيولر. هنا الانتيريو تيلو فيبيولر بقى عامل ازاي؟ تخن كده. وفي العيان الثاني ده الانتيريو تيلو فيبيولر بقى عامل ازاي؟ تخن كده. اي تندون، اي ليجمنت يبقى تخين قوي 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 والسيجنال بتاعته زي ما هي، بيسموها كرونيك انجن. ايه اللي بيحصل؟ الست لابسه كعب واتلوت، فالليجمنت اتعمل شويه وبعدين عملت رباط وبتاع وابتدى يخف، وبعدين اتلوت تاني واتلوت تالت واتلوت رابع، كل شويه عمال يتخن 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 يتخن. And this is chronic injury of the ligament. لما تلاقي الليجمنت تخين والسيجنال بتاعته نورمال يبقى اسمه chronic injury. بالذات ده اللي هو اكتر واحد بيبقى انجري. ايام زمان قبل الام ار
كان بيعملوه بالساين ديت كده، العيان اللي يتلوي يروحوا جايبينه في الاشعه ويجيبوا دكتور اشعه كده شديد شويه ويروح عامل رجله كده ويصورها، هتطلع الصوره زي كده، وبعدين يقيس الزاويه ما بين التيبيا وما بين التيل، اسمها ده تيلر تيلت انجل، ويقول لك بقى لو كانت الزاويه اكتر من رقم كذا يبقى الليجمنت اتقطع، لو كانت اقل من كذا يبقى ما اتقطعش. خلاص خلصنا احنا من الموضوع ده. وقال لك دي فيها عيوب كتيره جدا، ممكن الراجل اللي بيشتغل نفسه هو اللي يقطع الليجم، يعني اللي بيعمل البتاع كده ده يروح هو اللي ايه قطع الليجم. طيب خلاص اللاترال اسبكت خلص، سهل صح؟ مش بطال لحد دلوقتي. طيب نيجي بقى الانتيرير اسبكت زي البوستيرير اسبكت. البوستيرير اسبكت كان فيه تندون واحد بس وما فيهوش ليجمنتس، الانتيرير اسبكت فيه ثلاثه تندون وما فيهوش ليجمنتس. التندونز بقى الثلاثه القدامانيين اللي هم ذا اكستنسورز بتوع الانكل، التيبياليس انتيرير والاكستنسور ديجيتورم والاكستنسور هالوسز والاكستنسور ديجيتورم. في بقى 300,000 طريقه عشان تحفظ بيها الليجمنت التندونز دول، ومش عارف مين لعب ايه وخسر ايه وكسب ايه وركب المراجيح ووقع من على المرجيحه وقول من هنا للصبح. انا شايف انك انت تحفظ اساميه وتريح دماغك، ليه تقعد تقول تفتكر مش عارف مين اللي لعب وخسر وكسب وبتحفظ الثلاث اسامي وخلاص؟ نعم طب انا ما اعرفش احفظ الكود دي كلها، لكن انا حافظ التندونز بتوع الريست بطريقه اسهل من كده بكتير. المهم بص يا جماعه، انت عندك الجماعه اللي قدام زي الجماعه اللي ورا بالظبط، بس دولت الاكستنسورز ودولت الايه الفليكسورز. خلاص يعني عندك هنا تيبياليس انتيرير، عندك قصادها تيبياليس بوستيرير، التيبيالستين في وش بعض على طول. خلاص بعد كده عندك هنا هوت اكستنسور هالوسز، عندك ورا فليكسور هالوسز، هنا هوت اكستنسور ديجيتورم، هنا هوت فليكسور ديجيتورم. الحاجه الوحيده ان الهالوسز والديجيتورم الوضع بتاعهم بيختلف ما بين قدام وورا. انا بعمل ايه بقى عشان احفظ الكلام دوت؟ بحفظ كده بقول ان التيبيالستين قصاد بعض، واعرف اسم دي اللي هي الاخيره من ورا اللي هي اكبر واحده وادخن واحده اللي هي الفليكسور هالوسز، ده فليكسور ايه هالوسز، يبقى ده هي مين فليكسور ديجيتور. لما اعكس دولت قدام يبقى ده اكستنسور هالوسيس وديت اكستنسور ديجيتور. خلصت كده ماشي؟ طيب انت بقى ما فيش داعي سميره ركبت المراجيح، قلت ايه سميره؟ ايه سميره؟ ما تلعب ان شاء الله ربنا يهد سميره. طيب اوكي خلاص، بص بقى انت عرفت ان دي تيبيالس، خلاص اعرف ان ديت اكستنسور هالوسز ودي اكستنسور ديجيتور، حاول كده ماشي. طيب ايه اللي هيحصل في قليل قوي لما واحد مثلا انبوبه البوتاجاز تقع على وش رجله او المكوه تنزل على ظهر رجله تروح قطع التيبيالس انتير؟ خلاص قليل مش كتير يعني. فانت هنا لما تيجي تبص على تلاقي كوره كوره كوره، ده تيبيالس انتيرير وبعدين اكستنسور ديجيتورم واكستنسور هالوسز وبعدين ديجيتور. التيبياليس انتيرير تخن قوي كده وحواليه ميه وجواه اب نورمال سيجنال يبقى اتقطع اهو، ده تيبياليس انتيرير. واحد كمان تيبياليس انتيرير اكستنسور هالوسز اكستنسور ديجيتورم، تيبياليس انتيرير اتقطع. خلاص طيب شفت البتاع الكومبارتمنت ده سهل جدا وما بيجيش فيه قطع ولا حاجه. تعالى بقى للايه للي ورا اللي هو الميديال اسبكت. الميديال اسبكت فيه الفليكسور تندونز وفيه ذا ميديال كولاترال ليجمنت اللي هو اسمه ذا ديلتويد ليجمنت. الثلاثة اللي ورا اسمهم تيبياليس بوستيرير وفليكسور هالوسز اللي هي الكبيرة دي وفليكسور ديجيتورم اللي هي دي. خلاص كده؟ طيب من الحاجات اللي بتبقى انجرد كتير قوي في الانكل ده تيبياليس بوستيرير، ده تيبياليس بوستيرير وليها علاقه جامده جدا بالناس بتوع الباليه اللي هم تلاقيهم دايما عاملين كده دولت كده، فالفليكسور الفليكسورز كلهم بيبقوا معرضين لسترين رهيب جدا، من ضمنهم التيبياليس بوستيرير بتبقى فيها مشاكل. فانت عندك التيبياليس بوستيرير دي حاجه هي دي اقعد حته في الانكل، لان هو بيتقطع بثلاث طرق. التيبياليس بوستيرير بيتقطع بثلاث طرق. الطريقه الاولانيه اسمها تايب 1 وبيكون فيها التندون قد نفسه اربع مرات. خلاص
يعني لو انت جيت في النورمال هتلاقي ده التيبياليس بوستيرير وادي الفليكسور ديجيتورم وادي الفليكسور هالوسس. خلاص طبيعي التيبياليس بوستيرير بيبقى قد الديجيتورم مرتين، طبيعي التيبياليس بوستيرير بيبقى قد الديجيتورم او قد الهالوسس مرتين. لما يبقى قدهم اربع خمس مرات دوت يبقى اسمه تايب 1 انجري، بغض النظر كان جواه ابنورمال سيجنال او ما جواهوش ابنورمال سيجنال. خلاص كده يبقى دوت ايه تايب 1. تايب 2 يبقى 2 يتقسم 2، تايب 2 يتقسم 2. فلو انت جيت هنا المفروض على الميديال اسبكت تلاقي كام كوره؟ ثلاث كور اللي هم ايه؟ الفليكسور هالوسز، فليكسور ديجيتورم، وبعدين تيبيالس بوستير. تيبيالس بوستير بقى 2 يبقى تايب 2 انجن. تايب 3 اختفى ما تلاقوهوش في الفيلم خالص، تلاقي كورتين بس فليكسور هالوسز وفليكسور ديجيتورم، تايب 3 اختفى. خلاص يا جماعه تايب 1 تخيل، تايب 2 2، تايب 3 مش موجود. سهل. طيب اي تندون تايب 3 مش موجود، مش في اقول ده مفيش تايب 3. لا لا ده 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 كتابه بس، ده ملوش، ده نورمال، ده فليكسور هالوسز، فليكسور ديجيتورم، وتيبيالس بوستيرير فقط، ما فيش ده نورمال. لكن تايب 3 ده كتابه ما بنشوفوش خالص في الكلينيكال براكتس. اوكي طيب اي تندون ليه ساينوفيال شيز ما عدا اكيلس تندون؟ يبقى كل تندون ليه ساينوفيال شيز بيجي فيه تينوساينوفايت. ازاي تعرف ان هو تينوساينوفايت؟ التندون حواليه كوره مليانه ميه بس كده. فهنا مثلا على اللاترال اسبيكت اوف ذا انكل لقيت هنا هوت ميه كده حوالين الكور دي. الاول هتقول لي ازاي عرفت ان ده اللاترال اسبكت ومفيش فيبيلا؟ خلاص في علامه تانية في الانكل بتعرف بيها اللاترال من الميدي اللي هو ده البوز دوت بتاع الكالكينيز. البوز ده عباره عن الكالكينيز عامل كده وشايل على التيلس من فوقيه، عشان كده بيسموا الحته ديت سستنتاكيلم تيلاي. سستنتاكيلم تيلاي هذا السستنتاكيلم تيلاي باصص ميديالي، باصص ميديالي، يبقى الناحيه الثانيه منه هو الايه؟ اللاترال اسبكت. طيب اللاترال اسبكت كان فيه كام تندون؟ يا راجل جبت بريفس ولونجس، برينيس بريفس وبرينيس لونجس. خلاص كده؟ دايما مين اللي قدام فيهم؟ البريفس، ومين اللي ورا؟ اللونجس. انت هنا باصص في كام تندون؟ قول بالامانه في كام تندون؟ اثنين. ماشي واحد قدام، يبقى ده مين؟ بريفس. وده مين؟ وهما الاثنين حواليهم ميه، يبقى ايه؟ تينو ساينوفيس. لان البريفس واللونجس هما الاثنين بيليهم كومن ساينوفيال شيز، وبعدين لما يتقسموا كل واحد ياخد الشيز ويمشي لوحده. فلو جاء تينو ساينوفايتس في الاول ياخد الاثنين مع بعض، لو جه في الاخر ياخد كل واحد ايه لوحده. طيب يبقى في كام كوره هنا؟ اثنين، وحواليهم ميه. مين الاثنين دولت؟ ده هوت البريفس وده هوت الايه اللونجس. يبقى هنا هوت في تينو ساينوفايتس. طيب تيجي في الحته اللي ورا في ثلاثه تندون، فليكسور هالوسس، فليكسور ديجيتورم، و تيبياليس بوستيري. يبقى مين اللي عنده تينو ساينوفايتس دلوقتي؟ ده فليكسور هالوسس. كويس. الميديال كولاترال ليجمنت معقد جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت مش مطلوب منك ان انت تعرفه خالص. ليه؟ لان الميديال كولاترال ليجمنت لما بيتقطع محدش بيصلحه، يعني ملوش عمليات ولا حاجه. اللاترال كولاترال ليجمنت الحته القدامانيه منه اللي هي اسمها انتيريو تيلو فيبيلر هي اللي ليها عمليه، والباقي كله في الهواء. خلاص. اما الميديال كولاترال ليجمنت كل واحد طالب منك بس تقول لنا اتقطع ولا ما اتقطعش، وانت عارف ايه هي علامه القطع؟ ان الليجمنت مش موجود ومكانه بحيره ميه بس كده. خلاص. طيب هذا الليجمنت مكون من ست اجزاء، الثاني بقى كان مكون من كام؟ من ثلاثه، وواحد منهم ما بيتشافش يبقى اثنين، لكن ده مكون من سته. السته معظمهم ما بيتشافش الا لو عملت طريقه معينه. ايه هي الطريقه المعينه دي؟ انك انت تجيب حاجه اسمها سيرفيس كويل عامل زي الاي سي جي ليد، عارفين اللي بتحط على صدر العيان ده؟ واحد يتحط على الميديال ماليولوس، واحد
كويل يتحط على لازق كده على الميديال ماليولس، وتصور تطلع الميديال ماليولس ده قد كده وكل فتله من الليجامنت باينه. مين اللي بيعمل الكلام ده؟ هو الناس اللي بتشتغل بس في الميديال اسبيكت اوف ذا انكل. احنا انا قلت لكم قبل كده، ما قلت لكمش انتوا، لكن بقول دايما كده، في جمعيه اسمها انترناشونال سكيتل سوسايتي، خلاص الجمعيه دي فيها اعضاء بالعبيط حوالي 400 واحد او كده، كل واحد منهم متخصص في حته قد كده. فانت لما تيجي تكلم الواحد ده في التخصص بتاعه تحس ان انت ما بتعرفش حاجه خالص. واشهر مثال على كده اللي هو الحته اللي انا هقولها لكم في الشولدر بتاعه السلاب انجريز. السلاب انجريز معناها ان السوبير ليبرم مقطوعه. لما تيجي تكلم واحد عندهم واحد بيشتغل بس في الايه، في الليبرال ليجنز، يعني يعرف البنكرت ومش عارف مين والكلام ده كله، لما تيجي تقول له السلاب كم واحد كم نوع، يقول لك 18 نوع. يقعد بقى الاولاني الثاني الثالث الرابع البتاع اللي بعد منه، واحد بيشتغل في الشولدر ككل، يعني مش في الليجمنتس بس، بيشتغل في الشولدر على بعضيه. ده لما تقول له السلاب كام، يقول لك 16. اللي بعد منه واحد ماسكولوسكليتال، يعني بيشتغل شولدر وركبه وانكل وكل الكلام ده. لما تيجي تقول له السلاب كام، يقول لك السلاب 12. خلاص. اللي بعد منه واحد بيشتغل مثلا ماسكولوسكليتال وحاجه تانية مع سباين مثلا او حاجه كده، السلاب ده 7. واحد بقى اللي هو زي وزيكو اللي بيشتغل كل حاجه في الدنيا وبيودي العيال المدرسه وبيعمل صينيه بطاطس في الفرن والكلام ده كله، عنده السلاب 4 بس. 4 بس. ايه انت السلاب 2؟ طيب اللي انا اقصده كل لما التخصص يزيد كل لما المعلومات تبقى اقوى. فاحنا هم عندهم واحد بتاع الميديال اسبيكت اوف ذا انكل، تقول له البتاع يقول لك طيب والفتله دي طالعه من هنا ورايحه هنا وبص هنا وتعالى كده وتعالى الناحيه دي واعمل كذا وأوبليك ايه، ده مش تبعنا. احنا دلوقتي بنتكلم على قد انت عاوز تعرف مكان الميديال كولاتر ليجمنت فين، هيبقى فين؟ على الميديال اسبيكت اوف ذا انكل، صح؟ تعرف الميديال اسبيكت ازاي؟ باي ذا تيبيا، ادي التيبيا وادي الفيبيا، خلاص كده. عشان تشوف الميديال كولاتر ليجمنت لازم يكون فيه كورونال، لازم يكون فيه كورونال. هتلاقي في الكورونال زي ما انت شايف كده فتل 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 خارجه من الميديال تيبروزيتي او الميديال ماليولس او التيبيا ورايح للتيلس ورايح للكالكينيس. يبقى هو دوت الايه؟ ده ميديال كولاتر ليجمنت. عاوز تعرف اذا كانت قطع ولا لا، تيجي في الكورونال وتعمل تي 2 فما تشوفش الفتل فتل فتل وتشوف هنا هوت ايه؟ بحيرة مية. خلاص كده؟ هذا هو المطلوب منك في هذا المكان بالذات. يبقى إذن احنا عندنا كام اتجاه للأنكل عشان احنا خلصنا خلاص؟ ميديال ولاترال وانتيرير وبوستيرير. البوستيرير فيه تندون واحد بس، والانتيرير فيه 3 تندون، تيبياليس انتيرير، فليكسور سنسور هالوسز والسنسور ديجيتال. الميديال واللاترال، اللاترال فيه 2 تندونز اللي هما ذا برينياس لونجاس برينياس بريفيس، وفي ذا لاترال كولاترال ليجمنت هو دي انتيريو تيلو فيبيلر وبوستيريو تيلو فيبيلر. الميديال كومبارتمنت فيه 3 تندونز اللي هما تيبيالس بوستيرير وفليكسور ديجيتورم وفليكسور هالوسز، ومعاهم ذا ميديال كولاترال ليجمنت. بس كده باقي لك بقى 3 حاجات. الحاجه الاولانيه اسمها ساينس تورساي، الحاجة التانية اسمها تارسال تانل، والحاجة التالتة العظم اللي هو موجود في الأكل. نبتدي الأول بالساينس تارساي. إيه هو الساينس تارساي؟ هو المسافة ما بين التيلس والكالكينيس. أدي التيلس أهو وأدي الكالكينيس أهو، وفي حفرة هنا في النص. خلاص؟ طيب المسافة ديت فيها إيه؟ فيها 2 ليجامنتس وفات. فيها 2 ليجامنتس وفات. الليجامنتس دولت واحد طويل واحد قصير، بس هما الاتنين ما بيبانوش في نفس الصورة. واحد بيبان في صوره والتاني بيبان في الصوره اللي بعدها. وهذا ساينس تورساي ما ينفعش تاسس الا في السجده. الا في السجده. الليجمنتس دولت زي اي ليجمنت سود في كل البالس سيكونسز، واحد طويل اسمه سيرفايكال ليجمنت لانه ماسك في رقبه التيلس اسمه سيرفايكال ليجمنت. واحد قصير اسمه انتر اوسيوس ليجمنت. انتر اوسيوس ليجمنت. خلاص؟
طيب العيان اللي عنده ساينس تارساي سندروم يبان ازاي في الام ار؟ مفيش ليجامنتس وفي ميه بدل الفات، مفيش ليجامنتس وفي ميه بدل الفات، يبقى هو دوت الساينس تارساي سندروم. اذا لو انت جيت بصيت هنا ادي الساينس تارساي ما بين التيلس وما بين الكالكينيوس، مفيش ليجامنتس، فيه كده نعكشه وفي الاستير مليان ميه، يبقى دوت اسمه ايه؟ ساينس تارساي سندروم. طيب نفس الحكايه هنا، ادي الساينس تارساي اهو مفيش ليجامنتس باينه لكن مليان ميه وفي خطوط كده من اثار بقيه الليجامنتس اللي اتقطعت، يبقى دوت اسمه ايه؟ ساينس تارساي سندروم. خش بقى على الايه؟ الترسل تانل زي الكربل تانل كده. الترسل تانل زي الكربل تانل. الترسل تانل موجود على الميديال اسبيكت اوف ذا انكل، على الميديال اسبيكت، يبقى هنا في الحته ديت كده. فهتلاقي في الماسلز اللي ماشيه على الميديال اسبيكت اللي هم مين؟ تيبياليس بوستيرير، فليكسور ديجيتورم، وفليكسور هالوسس، خلاص؟ زائد شويه نيرفز وارترز وبتاع كده ماشيين في الحته دي، كلهم متغطيين بالفليكسور روتيناكل. خلاص يا جماعه؟ طيب ازاي هيبان الكلام دوت في الام ار اي؟ احنا اتفقنا ان العظميه ديت اسمها ايه؟ ايوه برافو عليك، سستنتاكيلام تيلار، وان هي بتبوينت ناحيه الايه؟ الميديا. هو السستنتاكيلام تيلاي مع التيلس مع الحته دي بيعملوا زي النقره او التجويف ده، هو ده المنطقه اللي اسمها الايه؟ الترسل تانل. طيب الترسل تانل جواه ثلاثه تندنز اللي هم تيبياليس بوستيرير، فليكسور ديجيتورم، فليكسور هالوسس، وشويه نقط صغيره ارترز اند فينز اند نيرفز، كويس، ومصلتين شايفهم، مصل من بره ومصل من جوه. المصل اللي من بره لازم تحفظ اسمها، المصل اللي من جوه انت وذمتك، عاوز تعرفها تعرفها، عاوز بدل. كل لما اقول كده كل الناس تحفظ المصل اللي من جوه وتسيب المصل اللي من بره، خلاص اسمها اسهل صح؟ اسمها ايه بقى؟ طيب كويس، المصل اللي من بره اسمها اي بي اتش ابدكتور هالوسز، اسمها اي بي اتش ابدكتور هالوسز، ديت اللي انت لازم تحفظها. اما المصل اللي من جوه اسمها كوادريتس بلانتي، ودي تحفظها ما تحفظهاش مش مهم، خلاص، يبقى اللي من جوه اسمها ايه؟ كوادريتس بلانتي. اما اللي من بره اسمها ايه؟ ممتاز. طيب نيجي بقى ازاي العيان يجي له ترسل تانل سندروم؟ يعني زي الكربل تانل كده، يا اما حاجات داست عليه من بره يا اما حاجات طلعت له من جوه، صح كده؟ هم دولت اللي هيضايقوا النيرفز اللي ماشيه هنا فيجي للعيان ترسل تانل. طيب ايه اللي ماشي جوه الترسل تانل دوت؟ ارترز ونيرفز وتندونز ومش عارف مين وكلام. الفينز اللي ماشيه ممكن يجي فيها فاريكوزيتس، انت عارف كل الفاريكوز فينز بتبقى على الميديال اسبيكت اوف ذا ليج والبتاع دوت، فممكن يجي فيها فاريكوزيتس. ده عيان عنده فاريكوز فينز اللي هو اللي انا بشاور عليه ده، ده تي 1 وده تي 2، هدول الفاريكوز فينز لما تعمل لها ام ار اي تبان سودا في التي 1 وبيضة في التي 2 زي الميه، ليه؟ عشان الدم ماشي فيها ببطء شديد، فتعرف انك انت تشوف. طيب في بعض الاحيان يلحم اي عظمتين في بعض، اكتر عظمتين بيلحموا في بعض هو التيلس والكالكينيس، بيسموها تارسل كواليجن. تارسل كواليجن لما يلحموا في بعض ما بيلحموش كده، لازم يطلع بروز في الحته اللي لحموا فيها، فالبروز دوت اول ما يخش يروح داخل على الايه؟ على التارسل تانل فيضايق. طيب اخر حاجه بقى الافاسكولار نيكروزس بتاعه العظم اللي موجود في الانكل. اكتر عظمايه بيجي فيها افاسكولار نيكروزس في الجسم هي مين؟ الهيد اوف ذا فيمر، صح؟ واللي بعديها على طول التيلس. لا السكافويد ما بيجيش فيها الا لو اتكسر، لكن الحاجات التانية دي مش لازم تتكسر ولا اي حاجه خالص، يجي فيها افاسكولار نيكروزس. فالهيد اوف ذا فيمر اول حاجه وبعدين التيلس اللي هي ذا دوم اوف ذا تيلس، ديت اشهر واحده كده. يا اما تيجي سبونتينيوس، يا اما سكندري تو تروما، يا اما سكندري تو كورتيكوسترويدز، يا اما سكندري تو ليمفوما ولوكيميا ومارو انفلتريتيف بروسيسز. ديت الحتت اللي بيجي فيها افاسكولار نيكروزس في الانكل. ذا تيلس ذا موست كومن، الدوم بالذات القبه بتاعه التيلس، وبعدين النافيكولار والسكند ميتاتارسال، دي مشهوره قوي في بتوع الباليه اللي هي الهيد اوف ذا سكند ميتاتارسال بون،
والكالكينيوس دوت بيجي نتيجه الناس اللي عندهم كالكينيان سبير يقعد كل شويه يحقنه استرويدز في كعب رجله لحد لما يجيب له افاسكولار نكروزس اوف ذا كالكينيوس. عندنا اربع درجات من الافاسكولار نكروزس، اربع درجات من الافاسكولار نكروزس. اول واحده فيهم بون مارو اديما، فتلاقي التيلر دوم سودا في التي 1 بيضة في التي 2، ديت اول ايه اول درجه. تاني درجه يحصل فيها نقره مليانه ميه فتبقى سودا في التي 1 بيضة في التي 2 نقره. ايه الفرق ما بين الاولاني والتاني؟ ان متحدده في التاني، متحدده يعني ليه في خط كده بيديماركيت الحته الميته من الحته السليمه. خلاص يبقى ستيج 1 بون مارو ايديما عاديه، ستيج 2 ميه بس متحدده بخط، ستيج 3 الحته اللي ماتت تتفصل بس ما تمشيش من مكانها، تتفصل بس لو مشت من مكانها يبقى ستيج 4. خلاص كده يبقى اول واحده ايه بون مارو ايديما، تاني واحده ميه متحدده بخط، تالت واحده سيبريشن اوف ذا ديد بون، تالت ربع واحده فري موفمنت اوف ذا السيبريتد بون اللي هي زي كده في عضميه اتفصلت من هنا ومشت هنا مثلا، يعني يبقى دوت ستيج ايه ستيج 4 زي ما مرسوم هنا كده، الحته دي اتفصلت ومشت من مكان. خلاص سهل مش كده؟ كويس. طيب عاوزينك بقى تبين المهارات بتاعتك في الاسئله. يلا يا سيدي اول سهم ده مين دوت؟ مين؟ anterior lateral collateral ligament anterior telefibular صح؟ دوت مين؟ Achilles tendon دهوت؟ tibialis posterior دهوت؟ flexor digitorum دهوت؟ flexor hallucis. طيب tibialis anterior tibialis anterior طيب فليكسور ديجيتورم ديت التيبيالس بوستيرير ودي الديجيتورم وده هي الهالوسيس لونجس برينيس لونجس براب بريد. ايه التشخيص اللي هنا؟ ماله انه رقم واحد، برافو عليك. This is type 1 injury. The tibialis posterior بقى كورة كبيرة compared لي الديجيتورم والهالوسيس. طيب ايه التشخيص اللي هنا؟ مالها الفليكسور هالوسيس دي؟ الفليكسور هالوسيس دي؟ تندو اكيلس. تندو اكيلس. ماله؟ تندونايتس. طيب ماشي. أو إنجري على حسب الهيستوري. طيب أناتومي دوت مين؟ بوسير تبيالس بوسير وده تبيالس أنتير وده إكستنسور ديجيتور ممتاز وده فليكسور هالوس ممتاز وده بريفس ولا لونجس؟ بريفس اللي جوه البريفس اللي جوه قدام هي البريفس واللي بره هي اللونجس دوت مين؟ ممتاز. ايه اللي انت شايفه؟ بارشال تير. ايه ده انتوا بقيتوا شداد اهو في الانجل. طيب كويس. ايه اللي انت شايفه؟ مين؟ اوكي ماشي. يعني الالتندنايتس كويس، كورونيك انجري كويس، مفيش مشكله. ده وده كويسين. اناتومي مين دوت؟ بتاع البوتاجاز ده مين ده اللي بيقع عليه البوتاجاز؟ تبالي سانتير. طيب مين دوت؟ انتروسيس ليجمنت ممتاز. طيب بكتب لك اهو الدلتويد وبعدين فليكسور هالوسيس فليكسور ديجيتورم وتيبيالس انتيرير اتنين، يبقى ايه؟ تايب 2 انجري اوف ذا تيبيالس بوستيرير تندن. اوكي اللي انت شايفه؟ ديجيتورم
ايوه افاسكر نكروزس، انهي ناحيه؟ الشمال. ده انه نوع؟ لسه ما حصلش سيبريشن، شكله تايب 2. طيب يبقى فعلا ان هو كان لونه اسود يعني ميه، وبعدين بقى مبيض يعني ديماركيتد باي لاين، يعني معنى كده ان هو تايب 2 افاسكر نكروزس اوف ذا تيلس. طيب في بعض الاحيان لما يكون العيان بيتوجع من حته معينه سواء في اي جوينت، بنجيب من الاجزخانه فيتامين اي كبسول، فيتامين اي لانه بيحتوي على كميه من الفات، وبنلزقها بالبلاستر على المكان اللي بيتوجع منه، فالعيان دوت ملزوق له هنا كبسولتين على الحته اللي بتوجعه. تفتكر ايه بقى اللي بيوجعه؟ كربل تانل، ترسل تانل. طيب ايه اللي في الترسل تانل بايظ؟ تيبيالس بوستيريور سيكند جامد، مش شويه صغيرين. ده تيبيالس بوستيريور وده الفليكسور ديجيتورم وده الفليكسور اليسوس، يبقى ايه اللي انت شايفه؟ تايب 1 انجري او ده، مش انا قلت لك تايب 1 التندون بيتخن، وتايب 2 بيتقسم نصين، وتايب 3 بيختفي، اند ذس از تايب 1. قلت لك تايب 1 ممكن يكون جواه اب نورمال سيجنال وممكن ما يكونش جواه اب نورمال سيجنال. ايه اللي انت شايفه؟ افاسكولار نكروز. ممتاز. بلين اكس راي و ام ار اي اناتومي. مين دوت؟ انا قلت البريفس اللي ورا. طيب يبقى اللونجس هي اللي ورا، يبقى ده مين فيهم؟ لونجس. الحته ديت بقى هي اللي ما بين التيلس والكالكانيس. ايه الحته اللي ما بين التيلس والكالكانيس اسمها ايه؟ ساينستر ساي. انا ده الابيرنس اوف ذا ساينستر ساي في الاكزل، بس انت عشان تشخص حاجه في الساينستر ساي لازم في الايه؟ في السجد. طيب مين دوت؟ ابني تيبيالس انتيريور، وده هوت سستاكيلام تيلاي، وده هوت ايوه ابدكتور هالوسس اي بي اتش. والله انتوا جداد، ده حاجه عظيمه جدا. 10 دقايق وشكلها